اهلا بكم، هذا برنامجكم 90 دقيقة من قناة المحور وانا معكم محمد الباز. النهارده الحقيقة يمكن من ساعات قليلة عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ان شارك في القمة المصغرة في باليرمو بإيطاليا. القمة التي ناقشت الوضع في ليبيا. شارك في هذه القمة مجموعة من القادة والسياسيين البارزين الكبار اللي هم معنيين بالوضع في ليبيا. يعني كان موجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان موجود طبعا بدعوة من رئيس الوزراء إيطاليا، فكان رئيس السيسي موجود، كان رئيس وزراء الجزائر موجود، كان في ممثل عن تشاد، ممثل عن النيجر، طبعا كان موجود فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي والمشير خليفة حفتر. هنا احنا قدام ايه؟ قدام محاولة للخروج من مأزق تعيشه دولة ليبيا. وطول الوقت زي ما اتعودنا مع بعض ان احنا نجاوب على السؤال، لماذا تتواجد مصر في هذا المكان بالتحديد؟ يعني ليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك؟ امبارح اشرنا الى انه ليبيا في النهاية بتمثل عمق الامن القومي المصري الان، زي ما احنا عندنا عمق الامن القومي المصري في الجنوب والعمق في الشرق في سيناء، عندنا في الحدود الغربية مع ليبيا عمق مهم جدا، خاصة انه في استهداف ليك من هذه الجهة. مصر في خلال هذه القمة المصغرة، ويمكن كان في اجتماع استمر لساعتين، يعني رغم ان كان في اشارات الى انه المشير خليفة حفتر مش هيحضر، لكن هو كان موجود، وقيل في البداية انه هيلتقي بمجموعة من رؤساء دول الجوار الليبي للمناقشة لمناقشة المستجدات، لكن هو كان موجود وشارك في اجتماع. ده الاجتماع اللي استمر ساعتين، وشارك فيه طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجموعة من الزعماء والمسؤولين الموجودين في القمة، منهم رئيس وزراء روسيا، ومنهم رئيس وزراء الجزائر، ومنهم مبعوث الأممي غسان سلامة. ويعني مصر هنا أكدت على إيه؟ أكدت على حل من ثلاث بنود، أو حل ليه ثلاث ملامح. إنه الحل الليبي لابد أن يكون داخليا، يعني لابد أن يكون حلا ليبيا داخليا. الفرقاء في ليبيا هم يقعدوا ويوصلوا للحل بنفسه، لا يفرض عليهم الحل من الخارج. في دول كتير ليها مصالح في ليبيا، وفي دول كتير يبقى هاممها قوي انها تكون موجوده في الصوره. يعني نائب الرئيس التركي مثلا كان موجود في القمه وانسحب. ليه انسحبت؟ قال لك لانه مهمشنا، ما بيدعوناش لحضور الاجتماعات اللي على هامش القمه، وانه احنا بنستنكر ان في دول بتاخد مشكلة ليبيا لحسابها ولحساب مصالحها في تلقيح سياسي برضو على مصر. طب انا على الجوار، يعني انا على الجوار، مصر على الجوار، لما تتداخل مصر وتتداخل الجزائر وتتداخل تونس وتتداخل تشاد وتتداخل النيجر، دول الجوار. يعني القلق في الداخل الليبي يزعجنا هنا، يسمع عندنا. فانت بالنسبة لك لما يعني لا تدعى الى هذه القمة من الاساس، او لا تدعى الى هذه الاجتماعات الاساس، المسألة مش هتفرق كتير، لانه انت احد مصادر القلق، بيجوا عن طريقكو المجموعات الارهابية يدخلوا ليبيا يتمركزوا هناك. فالملمح الاول من الحل المصري المعروض ان يكون الحل ليبيا داخليا، وان يكون سياسيا، نبعد بقى عن حكاية الاقتتال والصراع ويبقى الحل سياسي. والملمح الثالث ان يقوم هذا الحل على دعم المؤسسات العسكريه والامنيه الليبيه، لانه دون مؤسسات عسكريه وامنيه يا جماعه في اي بلد مفيش اي حاجه هتحصل ولا حاجه هتتحقق. الناس كانوا عايزين يعملوا الانتخابات، وسبب من اسباب انه الانتخابات في ليبيا، في 80% من الشعب الليبي عايزين يعملوا انتخابات وعايزين يستقروا. 80% من الشعب الليبي هذا هواهم، لكن هو مفيش زي ما يقولوا كده البنية الأساسية والتحتية لإجراء انتخابات، مفيش مؤسسات
ضامنة لده.